في عناوين النشرة: غطاس خوري لا يعلم من هو فارس سعيد. أنا ما بعرف مين فارس سعيد. ما بعرف. ما بتعرفوا ولا فارس سعيد ولو. اليمن: حرب المنافذ البحرية والسياسية. مشكلة اليمن أبعد بكثير من علي عبد الله صالح ومن الحوثي نفسه. مكب الجي هدية ملوثة جديدة. الكلاب مسعورة، يعني بتهجم على العالم، بتهجم على الأطفال، بيكونوا أطفال ما بيسترجي، ما حدا بيسترجي يقطع منهم بالليل. بلومبرغ تكشف خطة كوشنر بن سلمان. كوشنر يعلن أن ترامب لم يقرر بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. أحمد شفيق يظهر في اتصال هاتفي. الأقوى من المشهد إذا أنا نفسي قاعد قدام حضرتك مش مختطف هو ولا حاجة. مساء الخير. على رقصة عبد الله صالح في اليمن تتجه رياح المنطقة، فإن استدارت خاصرته صوب التحالف العربي بقيادة السعودية يكون قد غرز خنجره في صدر الحوثيين، وإن صحت أنباء استنجاده بإيران وحزب الله يصبح اليمن في الحضن الفارسي من جديد. لكن أيا من اللاعبين على خط الأزمة لا يركن إلى رقصات صالح المتهورة الخطوات والتي تميل على إيقاع مصالحه وعلى النغم الماكر. وإذا كان مصير الرئيس المخلوع قيد حركة عسكرية وسياسية، فإن مصير رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق رهن حدوتة مصرية. فالرجل المرحل من الإمارات إلى القاهرة انقطع التواصل معه منذ وصوله إلى بلاده مساء أمس، وآخر المعطيات بيّنت وجوده في أحد فنادق العاصمة. فهل نحن أمام أحمد شفيق الحريري وفندق ريدز ورئيس حكومة محتجز؟ هذا رهن أجوبة السلطات المصرية التي لم تعلق إلى الآن على مصير شفيق الرئيس المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل. أما الرئيس المحرر سعد الحريري فيتجه إلى تفعيل العمل الحكومي الأسبوع المقبل، لكن الجلسة الوزارية اصطدمت بقرار الصلاحية بعدما سرب موعدها عبر مصادر وزير الخارجية جبران باسيل، وهو ما أقلق الصف الأزرق لكون هذه الصلاحية ترتبط حصرا برئيس الحكومة. وبعض الضنينين على تلك الصلاحية لم ينتفضوا على مصادرة حكومتهم برئيسها عدا ونقدا في السعودية يوم اختطف ووضع رهينة سياسية. وإذا كانت الإقامة الجبرية قد انتهت، فإن غزو الجبير لم ينتهي، وهو لم يعد محصورا في العداء لحزب الله الذي صنف تنظيما إرهابيا من قبل السعودية. فبعد إخماد صوت وزير شؤون التأجيج ثامر السبهان، ظل أزيز وزير الخارجية عادل الجبير يسمع مهددا لبنان وكيانه لا الحزب فحسب. وفي ضربة بحث عن مواقف الجبير في خلال الأشهر الأخيرة، سوف تحصل على تصريحات من نوع: لبنان لن ينعم بالأمن، لبنان لن ينعم بالسلام، لبنان لن يبقى، النظام اللبناني مختطف، هناك عقوبات ستفرض على لبنان، لا سلام إلا بنزع سلاح حزب الله. وآخر التصريحات هي تلك التي اتهمت حزب الله باستخدام البنوك اللبنانية لتهريب وغسل الأموال. وبدا أن معلومات الجبير تستند إلى تقارير استخباراتية فاشلة، لأن تلك المعلومات وجهت بنفي من حاكم مصرف لبنان رياض سلامي ومن رئيس جمعية المصارف السابق فرانسوا باسيل والرئيس الحالي جوزيف طرباي ومن حزمة مصرفيين خبراء بالشأن النقدي، حتى إن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اختار طريق السلامة
وأدلى برأي مصرفي للمرة الأولى، معلنا أن المصارف اللبنانية تتقيد بشكل تام بتعليمات المصرف المركزي الذي هو على تنسيق تام مع وزارة الخزانة الأمريكية، وأخذ على عاتقه تطبيق المعايير الدولية والأنظمة المصرفية الدولية. ولا أعتقد أن هناك أموالا لحزب الله تمر من خلال النظام المصرفي اللبناني. وبهذه الطريق كان جعجع يقول للجبير: أنت كاذب، لكن مع كامل الاحترام والتقدير، وما دامت كامل الأدلة تثبت تورط عادل الجبير في الكذب كحال تورط مستشار ترامب السابق مايكل فلين، والذي يحاكم اليوم أمام مكتب التحقيقات الاتحادي، فلماذا لا تبادر السعودية إلى مساءلة وزير خارجيتها عن تضليله سير العدالة المصرفية وعن تقديمه معلومات مغلوطة من شأنها أن تهدم بلداً؟ فالسعودية التي فتحت أبواب الريتز أمام حملة الفساد بإمكانها أن تفتح منفذاً للمساءلة والمحاكمة على تصريحات هدامة يطلقها وزير خارجيتها تجاه وطن حاربت الدول الأجنبية لأجل أمنه واستقراره. وإذا كنتم لن تحاكموا فأخرسوه. أكد وزير الثقافة غطاس خوري من برنامج الأسبوع في ساعة أنه كان هناك مخطط لخلق فتنة داخلية بين اللبنانيين ودعوتهم إلى حصار بعضهم بعضا، وكانت هناك تقارير تكتب عن تيار المستقبل تتعمد الأذى لرئيس الحكومة سعد الحريري ومحيطه. يعني واضح جدا كان أنه هذا المخطط يهدف إلى دعوة اللبنانيين إلى حصار بعضهم البعض وإلى خلق فتنة داخل البلد. وأنا برأيي ما في حدا كان بهالجو، لما حدا توقع أنه يصير مع الرئيس سعد الحريري اللي صار معه قبل ما يصير، هذا اللي هو التوقيت المهم. أما توقيت على أنه أنا بعد 12 ساعة أو 14 ساعة أو تاني نهار عملت تغريدة قلت فيها شيء، هذا ما هذا بعد الحدث. لكن اللي بتوقع شيء قبل الحدث هذا اللي هو بيكون عارف بخبايا الأمور. أنا الحمد لله ولا مرة توقعت شيء قبل الحدث. أنا ما بعرف مين فارس السعيد. ما بعرف. ما بتعرفوا لفارس السعيد؟ ولو أنا بعرف زميل لإلي كان ب 14 أذار كنا مناضلين سوا اسمه فارس السعيد، هلا في شخص جديد ما بعرف. هل قد تغير؟ ما بعرف، أقول لك ما بعرف. تبريت منه يعني؟ ما بقى أنا قلت لك ما بعرف هذا الشخص اللي هلأ موجود على وسائل التواصل الاجتماعي وبالحياة عم بيحكي وبيعطي التصاريح. كمان في خلاف حول مقاربة الأمور، أنه بالنهاية نحن هاي التسوية مش واحد نعملناها، لنرجع على التسوية، شو نحن واحد نعملناها؟ ما نحن عملناها نحن والقوات اللبنانية. وأحد أهم الأسباب لهالتسوية صارت بهذا الطريق أنه القوات اللبنانية قررت تدعم الجنرال ميشيل عون ولا لا؟ هذا واقع شاك؟ طيب، بس أنا اليوم لما أنت بتفوت بخيار سياسي بتتحمل نتائجه. ما فينا بنص الطريق نرجع نحن نقول الحق عليك والحق علي. اختلاف بالمواقف السياسية مش أول مرة بيصير بيننا وبين القوات اللبنانية، وأنا بترك مجال لأنه يعني يكون في اتصالات ونشوف لوين بتأدي هالاتصالات. بس أنت حكيت القوات اللبنانية حكيت عن وشوشات عم بتصير بأوساط تيار المستقبل. خلي لي مسؤول واحد بتيار المستقبل تهمهم بالخيانة. مجلس الوزراء يجدد الخلافات بين الأطراف المحلية، والتسوية تنتظر موافقة رئيس المجلس وحزب الله. استشارات واتصالات مكثفة مهدت لجلسة مجلس وزراء بجدول أعمال سياسي يهدف إلى التوافق على تسوية سياسية جديدة عنوانها النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية. وبهدف تثبيت الصيغة قبل عرضها على طاولة الحكومة، اجتمع الوزير جبران باسيل بالرئيس سعد الحريري في باريس لوضع اللمسات الأخيرة على هذه التسوية، وعليه جرى تسريب موعد جلسة نهار الثلاثاء، ما أغضب المقربين من الحريري باعتبار أنه من صلاحية رئيس الحكومة الدعوة إلى جلسة حكومية وليس لوزير الخارجية أن يسرب موعد الجلسة، معتبرين أن هذا تعد على صلاحيات رئيس الحكومة، ما حتم وفق المصادر ترحيل الجلسة إلى موعد لاحق، كما ترجح مصادر أخرى أن تحدد الجلسة يوم الأربعاء ليتسنى للفرقاء وضع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله في تفاصيل الاتفاق. نحن هلا
حتى الآن لم يتم توزيع جدول الأعمال، لكن هناك حالات استثنائية في إمكان الحكومة أن تعقد اجتماعها من دون وجود جدول أعمال والاكتفاء فقط بالورقة السياسية، لكن هذه الورقة السياسية حتى هذه اللحظة لم توزع على الوزراء كافة. أنا في تقديري التوقيت سواء كانت الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس هذا الأمر لا يهم، المهم أن الحكومة عادت إلى تكوينها الطبيعي وعادت إلى اجتماعاتها لا أكثر ولا أقل، وخصوصا بعد محاولات التصعيد الأخيرة والعمل على التضييق على الرئيس الحريري وتكبيله. عدم وجود تصور واضح للمرحلة المقبلة عند اللاعب الخارجي وضع الساحة الداخلية اللبنانية في حلبة الغموض، والإجماع الدولي على أن المرحلة ليست مرحلة المواجهة بين إيران وحزب الله من جهة والسعودية وأمريكا من جهة أخرى سبب انعكاسات داخلية أولها الشرخ بين الحليفين القوات والمستقبل، ورجحت مصادر قواتية أن يكون مستشار الرئيس الحريري نادر الحريري وراء هذا التباعد بهدف التمسك بالتسوية السياسية الأولى وتعويمها من خلال ضمان استمرار الحكومة. في تقديري أن التيار الوطني الحر استغل هذا الشرخ وعمل على التقريب مع الرئيس الحريري، المساحة أصبحت واسعة بين القوات والتيار المستقبل، لكن الدكتور سمير جعجع قادر في اللحظات المناسبة كما تعودناه في الحرب وكذلك في السلم أن يتقن الفرصة ويعود إلى حضن تيار المستقبل أو بالعكس. ما ستعاد صياغته ليس بيانا وزاريا، إنما اتفاق أو تسوية سياسية جديدة تستثني سلاح حزب الله وتعتمد على عدم التدخل في الشؤون الخارجية وفرض الاستقرار داخليا ومحاربة إرهاب التكفيريين وإسرائيل، لأن إعادة صياغة هذا البيان الوزاري تتطلب طرح ثقة مجلس النواب من جديد، وتفاديا لتأزيم الوضع الداخلي وخسارة الاهتمام الدولي تتكثف المساعي للتوافق داخليا على صيغة والتوجه بها إلى باريس للمشاركة في اجتماع مجموعة الدعم للبنان يوم الجمعة. رواند أبو خزام، قناة الجديد. من برنامج الحدث، نائب خالد الظاهر يحذر من أن تتحول عاصفة الحزم السياسية السعودية على لبنان إلى عاصفة حزم عسكرية. السعودية وقالت لكم بدكم تبيعوا مثل ما طرح الشيخ بهاء الحريري بدل رئيس. هلا شوفي، السعودية ما راح تقول هيك، ولكن إذا قالت السعودية هيك راح نبيع الشيخ بهاء الحريري. يا ويلاه، شو هالسيادة والاستهلاك؟ طبعا. ليش؟ لأن هذا الأمر ما يفيد في مقاومة. نحن نظام بيع يا أستاذ خالد، نحن ولو انتخابات، بعدك حضرتك عم تحكي عن انتخابات وديمقراطية وحرية وسيادة. يا أستاذ، نحن بنبيع باللبنان. يعني البيعة هي الموافقة والرضا، فنحن البيعة يعني لا توكيل سياسي، هذا نحن ما عندنا توكيلات. عمل لك أنا الآن لكن إذا وعم أحكي الاحتمال غير المحتمل أنه إذا السعودية هيك بدها معناتها في شيء، لا لن نكون في صف غير صف السعودية، خصوصا لو على حساب الشخص سعد الحريري. السعودية ما طلبت شيء في يوم من الأيام إلا لمصلحة لبنان. لو على حساب سعد الحريري. لك يا عمي، ليش مين قال لك ليش اللي طلبته السعودية من سعد الحريري عندما استقال رفعت له أسهمه؟ طيب اليوم إذا طلبت السعودية منكم السير انتقال مثل ما حضرتك وصفت من عاصفة حزم سياسية على حزب الله إلى عاصفة حزم عسكرية، أنتم تؤيدون حرب عسكرية على حزب الله للإطاحة بحزب الله؟ مختصر مفيد بهذا الموضوع، سأجيبك ببيت شعر عربي بيقول فيه الشاعر: لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم، يا ويلاه، وأن نكف الأذى عنكم وتؤذوننا. أنا عم أقول لحزب الله روح اعتدي على السعودية؟ لا، ليش حزب الله وين عم بيعتدي على السعودية؟ ليه بدكم تمشوا بمسار من دون فعلا، يعني حضرتك بتقول أنه يعني بدكم قرينة لتتبينوا الشيء، ليش اليوم بدنا نمشي بموضوع منه قائم؟ يعني حزب الله اللي قال أنا بسوريا وبحارب وبصور وإعلام الحرب تبعوله بصور، شو مشكلته يقول أنا باليمن إذا هو فعلا باليمن؟ من مين يعني بده يكون خايف؟ حزب الله يعتبر بوجود ما يقارب 200 أو 250 مستشار، طيب، ومدربين. والسعودية اعتبرت أن من أطلق الصاروخ هن خبراء حزب الله المدربين في إيران. طيب. من يعتدي على السعودية نحن ضده، ومن حق السعودية تدافع عن نفسها لو عسكريا بأي طريقة. اليمن بين الحوثيين وعلي عبد الله صالح والمصالح السعودية. يتقلب علي عبد الله صالح على نار اليمن،
وبدأ أن انقلابه على الحوثيين قد ضعف موقفه العسكري والسياسي معا، فهو أولا طلب ود السعودية قبل أن تقوده المصالح مجددا إلى إيران، وذلك على وقع اشتباكات وصلت إلى قلب منزل الرئيس المخلوع. وفيما بثت وسائل إعلام تدور في فلك عاصفة الحزم أن القوات الموالية لصالح سيطرت على مطار العاصمة اليمنية فضلا عن مباني حكومية عدة، جاءت المواجهات الميدانية بمعطيات مختلفة، إذ شهد محيط منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في قرية الدجاج شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء معارك ضارية استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، فيما أكدت مصادر أمنية السيطرة الكاملة عليه، كما دارت معارك أخرى في شمالي صنعاء بين جماعة الحوثي وقوات الحرس الجمهوري والحرس الخاص. وأكد موقع المشهد اليمني أن اشتباكات شرسة وأصوات انفجارات تسمع في مناطق عدة، فيما أفادت وكالة رويترز عن تقدم القوات الحوثية واستعادتها بعض المناطق وسيطرتها على استديوهات قناة اليمن اليوم المملوكة من صالح. اللي حصل بالأمس هو اشتباك ضمن اشتباكات كانت تحصل من قبل بين الطرفين، والسبب في ذلك أنه ما عندهم استراتيجية واحدة لحكم اليمن بعد إنهاء العدوان على اليمن. كل طرف يضمر للطرف الآخر أن يكون غير موجود لما بعد العدوان. احتمال أن يكون هناك وعد لعلي عبد الله صالح من طرف تحالف السعودي بأنه إذا دانت لك الأمور ممكن نحن يعني نتفاوض معك على الخروج من الحرب بشروطك، وإشارات للحوثي كمان احتمال تكون جيته أنه إذا همشت علي عبد الله صالح ممكن نحن نتفاوض معك حول مستقبل اليمن. الاشتباك الداخلي لم يثني الحوثيين عن التحرك خارجيا، إذ أعلنت القوة الصاروخية اليمنية إطلاق صاروخ من طراز كروز على مفاعل براك النووي في أبوظبي. وأوضح مساعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أن الصاروخ رسالة سياسية وعسكرية، كاشفا أنه قد أصاب هدفه العسكري. من جهتها كذبت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الإماراتية خبر إطلاق الصاروخ، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل مع أي تهديد من أي نوع. مشكلة اليمن أبعد بكثير من علي عبد الله صالح ومن الحوثي نفسه. في وضع اليمن السعودية بدها ترتبه بما يتناسب مع مصالحها، بدها ترتبه بما يتناسب مع استراتيجيتها لتمرير النفط عبر الأراضي اليمنية عبر محافظة حضرموت إلى المحيط الهندي وتهميش مضيق هرمز وتهميش باب المندب. هذا خطة السعودية، والإشارة إلى أنه هذا الصاروخ يا لطيف استراتيجي حيغير له مش حيغير شيء. في غضون ذلك نقلت قناة الجزيرة عن مصادر خاصة بها أن صالح طلب وساطة حزب الله اللبناني وإيران لاحتواء خلافه مع الحوثيين، وهو ما نفاه القيادي في المؤتمر الشعبي العام عادل الشجاع. حتى لو تم وقف اطلاق النار بين الطرفين ستستمر هذه الاشتباكات، لسبب لأنه لما ما بيكون عندك استراتيجية تقاسم حكم معنى ذلك أنه أنت ما بتعترف بهذا الطرف وهو ما بيعترف فيك، وعدم الاعتراف المتبادل من هذا الطرف لذاك يؤدي دائما إلى مثل هذه الاشتباكات. الحل بالنسبة لهم مقاومة العدوان، ولكن على استراتيجية تحالف لكيفية حكم اليمن من بعد. إيران ردت على دعوة صالح بتلقف المبادرة، وقالت على لسان المستشار الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن الحل في اليمن ممكن فقط عن طريق الحوار السياسي الشامل. وذكر عبد اللهيان في تغريدة له على تويتر أن ما وصفها بلعبة الرياض الجديدة في صنعاء محكوم عليها بالفشل، مضيفا أن أنصار الله وحلفائهم جزء مهم ومؤثر في المقاومة وفي الحل السياسي. حسان الرفاعي، قناة الجديد. نشر الإعلام الحربي المركزي صورة من داخل قصر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في صنعاء بعدما دخله مقاتلو أنصار الله الحوثي، وتظهر فيها زجاجات كحول تتقدمها زجاجات مشروب العرق من ماركة كفرية اللبنانية، ما دفع برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جبلاط إلى التعليق عبر تويتر، فقال ممازحا: على سبيل التوضيح فإن شركة كفرية شين ميم ألف لا علاقة لها بحروب اليمن، وبالتالي
بالتحديد بالارتداد الأخير لعلي عبد الله صالح وحلفاء الأمس من تنظيم أو جماعة الحوثيين، إن موقف كفرية هو النأي بالنفس من أحداث اليمن وغيرها من صراعات المنطقة. وكالة بلومبرغ تكشف عن محادثات سرية بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصهر الرئيس جاريد كوشنر. ماذا يحاك في الغرف السوداء بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر؟ وكالة بلومبرغ كشفت عن محادثات سرية بين كوشنر وبن سلمان هدفها الرئيس إبرام اتفاق تاريخي يتضمن إنشاء إقليم فلسطيني مدعوم ماليا من بلدان عدة من بينها السعودية التي يمكنها أن تكرس عشرات مليارات الدولارات لتنفيذ تلك الجهود. هذه المحادثات تقلق وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي يتخوف من أن تأتي بنتائج عكسية وتقود المنطقة إلى الفوضى، ويعتقد أن كوشنر لا يتشاور مع وزارة الخارجية فيما يخص محادثاته في الشرق الأوسط. وبحسب بلومبرغ فإن ما يثير مخاوف تيلرسون ومسؤولين كبار آخرين في الخارجية الأمريكية أن يكون القادة السعوديون قد وجدوا في العلاقة مع كوشنر وسيلة لاستعادة النفوذ في البيت الأبيض ودعمه إجراءات بن سلمان، مثل استدعاء رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الرياض واعتقال عشرات الأمراء السعوديين والحرب على اليمن. إلا أن البيت الأبيض نفى للوكالة أن يكون كوشنر على علم مسبق بالتحركات السعودية، مؤكداً أنه لم يعطي أي إشارة إلى الموافقة عليها. مجلس الأمن القومي من جهته نفى وجود نزاع بين كوشنر وتيلرسون، كذلك المزاعم التي تتحدث عن أن كوشنر لا يتواصل مع الخارجية. ولفتت بلومبرغ إلى أن تيلرسون يشعر بالقلق أيضاً من أن السعودية قد ترغب في التعامل بحرية أكبر مع الأزمة القطرية وأن تتجاوز الحظر الاقتصادي إلى عمل عسكري. قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره إن ترامب لم يتخذ حتى الآن قراراً بخصوص الاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال كوشنر في مؤتمر سنوي عن السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط نظمه معهد بروكينز للأبحاث في واشنطن إن الرئيس الأمريكي ما زال يدرس كثيرا من الحقائق المختلفة، وحينما يتخذ قراره سيكون هو من يبلغكم به وليس أنا. وأعتقد أن هناك أمثلة الثقة الكبيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن لا أعتقد أنها غير متوافرة بهذا القدر بين المسؤولين، وهذا ما كنا نعمل عليه، لأن القادة في نهاية المطاف يجب عليهم أن يلتقوا. بعد الإعلان المسرح السياسي يودع جلال خوري. أهلا بكم من جديد. تعاون بين بلديتي جي وجدرة يثمر مكبا إلى جانب الأوتوستراد. وكأنه كتب على بحرنا أن تكون المطامر والمكبات جارة دائمة له، مكبات عشوائية تقام بين البيوت والأحياء السكنية، آخرها مكب أنشئ بمحاذاة أوتوستراد الجنوب بالتعاون بين بلديتي الجي وجدرة. هذا لبنان الأخضر، لبنان زبالة، أسود وأزرق وأحمر، ما بعرف. الله، أنا مبارح أخذت بنتي طلع لها بجسمها فطريات، عرفت كيف؟ البرقشي عنا هون ديناصور، خيي ديناصور، تهجم على ولدي بتاكله لو بتاكله. هون بالليل ما فيك تقطع مشي، ما فيك، في الكلاب مسعورة، يعني بتهجم على العالم، بتهجم على الأطفال، بيكونوا أطفال ما بيسترجي، ما حدا بيسترجي يقطع من هون بالليل. المكب أنشئ بعد توقف شركة سوكلين عن جمع النفايات في الشوف وعلي، ورفض مطمر الكوستا برافا استقبال نفاياتهما، ما اضطر بلديتي الجي وجدرة إلى تجميعها في هذا المكب في انتظار الحل. وين كان الأفضل إنه نخليهم مجمعين نكدسهم حد البيوت وحد الشبابيك وحد غرف النوم، يما إني جيبهم لمحل أكيد إنه هيدا ملوث، أكيد إبلانين، أكيد لا مش إبلانين، ما في عندي بديل، ما في عندي حل، ما في عندي حل سحري لنفايات صارت 3 سنين عم تتجمع اللي من جدرة بيطلع منها يومية 20 طن. أضرار بيئية وصحية عدة يتسبب بها هذا المكب.
عمال لا نقدر نفتح شبابيكنا، لا بنقدر نقعد ببيوتنا، عمال القرش أكلنا، الدبان أكلنا. ورئيس البلدية ما عم بوعدنا إن شاء الله وفالكو طيب وخير، ووعدنا كله كذب ما تواخذنا، وزبالة قتلتنا والولاد عم بمرضوا. تراوح أزمة النفايات مكانها، حالها كحال الأزمة السياسية، ليس لها حل قريب يلوح في الأفق. مكبات نفايات جديدة ومحارق ستستحدث عندما تمتلئ القديمة، لنصبح كما ذكر تقرير Human Rights Watch الأخير نتنشق موتنا. الاغتصاب السفاحي جريمة لا تخرج إلى العلن وتبقى أسيرة داخل المنازل والعائلات في ظل قانون لا يتشدد في عقوبتها. داخل الغرف المغلقة وخلف جدران بعض المنازل ثمة عائلات بقصص وحكايا لا تخرج إلى العلن، تبقى محتجزة ضمن الأسرة الواحدة ولا تبصر النور، وحدهما الضحية والجلاد يعرفان تفاصيلها خلافا لما هو ظاهر في العلن. مئتان وتسع وعشرون حالة اعتداء جنسي جرى التبليغ عنها بين كانون الثاني 2016 وآب 2017، من بينها 38% حوادث اغتصاب، وواحدة من أربع نساء تتعرض للاغتصاب في لبنان. 49% من حالات الاعتداء الجنسي تتم من قبل أحد أفراد الأسرة أو من المعارف والمحيطين بالنساء. هو الاغتصاب السفاحي الذي قلما يخرج إلى العلن. بعدما قرعت عددا من أبواب المنازل المغلقة، منظمة أبعاد تسعى لقرع باب التشريع لتشديد عقوبة الاغتصاب السفاحي. بقانون العقوبات بالفصل اللي بتناول الاعتداء على العرض ما في مادة خاصة أو مصطلح محدد لمصطلح الاغتصاب السفاحي، إنما في تشديد للعقوبة من الثلث للنصف بحال كان المعتدي أحد أصول الضحية، واللي هي العقوبة عادة 5 سنين ويمكن أن تصل إلى 7 سنوات إذا كان الطفل أو إذا كانت الضحية دون 15 سنة. نحن اليوم عم نطالب بإيجاد مادة خاصة تجرم الاغتصاب السفاحي بالمؤبد، خاصة إذا كانت الضحية قاصر. الحملة التي بدأتها المنظمة تحت شعار المؤبد إلو والحياة إلها لا تسعى للضغط من أجل تشديد العقوبة فحسب، إنما لإخراج الجريمة نفسها من منطق المحظورات. نعرف أنه في عدد لا يستهان فيه، ولكن مش أنه تكون 49% من حالات الاعتداء الجنسي هي تكون من قبل أحد أفراد عائلة الضحية، فهذا الشيء أبدا مش مقبول. نحن بالمجتمع اللبناني اللي ندعي فيه أنه بعد الأسرة هي الركيزة الأساسية للمجتمع، ما بنعرف شو عم بيصير وراء البواب، فخلينا نكون عيننا أكتر لفعلا أنه نكون عم نوقف هالحالات من الإجرام، لأنه الاغتصاب السفاحي ما بيبتدئ مرة واحدة علاقة جنسية متكاملة، إنما هو يبدأ تدريجيا، لأنه خاصة من قلب العائلة، من قبل شخص قريب، شخص مفروض يكون هو الحامي، هو اللي عم يشكل مصدر الأمان. آدم شمس الدين، قناة الجديد. النائب حسن فضل الله يؤكد من بنت جبيل انتهاء المشروع الفتنوي في لبنان، والنائب علي بزي يؤكد اجتياز البلد أزمة خطيرة. في احتفال تكريمي أقامته بلدية بنت جبيل للجنوب لأمين موسى سعد الأخضر العربي، لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أن فشل الفتنة يحاول البعض تعويضه عبر استهداف بعض القطاعات الحيوية. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي بدوره لفت إلى الدور الرسمي والشعبي التضامني الذي أخرج البلاد من أزمة خطيرة. ولبنان كان أصلب وأقوى من التمكن منه عن طريق هذا المشروع الذي استهدف هذا البلد. في الأيام القليلة المقبلة نحن ننتظر عودة الحكومة إلى الاجتماع،
وإلى انتظام المؤسسات الدستورية، وإلى قيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها تجاه القضايا المختلفة على المستوى الوطني. بالأمس القريب اجتزنا كلبنانيين ربما للمرة الأولى في تاريخنا السياسي أزمة خطيرة جدا، استطعنا متكافلين متضامنين على المستوى الرسمي الذي تجسد بمواقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ومواقف دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وإطلالات سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والمواقف الشعبية على مستوى هذا الوطن، استطعنا أن نؤكد مرة جديدة أن لا شيء في لبنان يتقدم على الوحدة الوطنية الداخلية. وفي ختام الحفل قدم النائبان فضل الله وبزي ورئيس البلدية عفيف بزي والوزير السابق نزيه بيضون درعا تذكاريا لعائلة الشهيد. أمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن ترسي المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية مع مختلف الكتل والشخصيات السياسية توجها سياسيا جديدا، فتسير البلاد إلى الأمام اقتصاديا وإنمائيا وتحافظ على علاقاتها الطيبة بكل دول المنطقة في إطار الأسرة العربية. فالكلام عن السلاسة، الإيمان والمحبة والخدمة هو حاجة حياتنا الوطنية اليوم. لذا ندعو الجماعة السياسية عندنا لاعتماد هذا النهج المثلث والخروج من واقع التباعد والتنافر والاتهامات المتبادلة والتحجر في المواقف وفرض الرؤية الشخصية، بل ندعو الجماعة السياسية عندنا للسير في خط التلاقي من أجل شد أواصر الوحدة الوطنية من خلال إزالة كل ما يعرقلها من مصالح وحسابات ومكاسب شخصية وفئوية، مع الولاء أولاً وآخراً للبنان ولمصالحه. زغرت تحيي ذكرى استشهاد الرئيس رنام عوض. الانفجار لم يقتل الرجل، استهدف المشروع. مشروع هو سيرة حياة رجل لا أعداء له ولا يداه ملطختان. رنام عوض السياسي لم يكن من نتاج اتفاق الطائف فحسب، بل اتفاق الطائف جاء على صورة رنيم عوض وقناعاته ونتاجه. في الذكرى 28 لاستشهاد الرئيس رنيم عوض ورفاقه، أكد رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض أن الانقسامات بين اللبنانيين لا تزال قائمة على الرغم من انتهاء الحرب، لما للبعض من مشاريع خارج الدولة وحتى خارج الحدود، مؤكدا أنه حان الوقت لقيام دولة حقيقية تمتلك حصرية السلاح. من 28 سنة لليوم بعدنا عم نشوف تدخلات لا تحصى بشؤون لبنان الداخلية ومن كل الجهات، هن حقهم يعملوا مصالحهم، بس حان الوقت أنه نحن نعمل مصلحتنا، مصلحة لبنان. والاستقرار يعني كمان تحييد لبنان عن صراعات المنطقة ضمن الالتزام طبعا بالقضايا العربية المحقة، والتحييد ممارسة فعلية عبر الامتناع نهائيا وبشكل كامل عن أي تدخل بشؤون أي دولة خارجية عربية أو غير عربية. هيك بيكون لبنان سويسرا الشرق ومش ساحة صراع لتصفية الحسابات الإقليمية. مصلحة لبنان يلي كان دولة مؤسسة بالأمم المتحدة وبجامعة الدول العربية أنه يلتزم بالقرارات الدولية وبالإجماع العربي وبقرارات جامعة الدول العربية. مصلحة لبنان أنه يحافظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية ومع كل دول العالم،
وما يفوت بمحاور ويستجلب على حاله عقوبات مالية واقتصادية عواقبها ما رح تستثني حدا. ومن كاتدرائية مار يوحنا المعمدان صغرتا عول معوض على حكمة رئيس الجمهورية ميشيل عون لحماية استقرار لبنان وإعادة الثقة به بهدف استعادة قراره. لبنان يخسر جلال خوري رائد المسرح السياسي اللبناني. اسمي جلال خوري. رحل جلال خوري الكاتب المسرحي الذي ترك بصمة كبيرة على المسرح اللبناني أسدل مساء السبت الستارة مختتما مسيرته عن عمر يناهز 83 عاما. ذاع صيت جلال خوري بوصفه مروجا للمسرح السياسي الذي كان ناشطا في ستينات القرن الماضي. نالت مسرحياته شهرة عالمية بعد أن ترجمت إلى لغات عدة منها الألمانية والفرنسية والإنجليزية. أول مثقف كنا نفكر فيه جلال خوري، جلال خوري دائما حاضر. من شهر كنت معه بندوة عاملة منتدى بيروت السياسي عم يحكي عن مواجهة التطبيع مع العدو الإسرائيلي. جلال خوري إذا بدك هو ضمير هيدي المرحلة، فينا نعتبره المثقف النموذجي الشامل اللي الفكر والأدب والثقافة والسياسة وحياة كل يوم حياة الناس هن جزء من اللي بيغني فنه. بدأ مشواره ممثلاً باللغة الفرنسية في المركز الجامعي للدراسات المسرحية مطلع الستينات قبل أن يكتب أولى مسرحياته وزمانو بنغوري وشركاه عام 68، ثم توالت أعماله التي نذكر منها جحاف القرى الأمامية، فخامة الرئيس، والرفيق سجعان التي قدمت لموسمين متتاليين في مسرح الشعب الألماني فوكس ثياتر روستوك، ليختتم أعماله بشيكسبير انحكى عام 2016. بعتقد أنه اليوم الورث الحقيقيين تبعوله هن فرقة زقاق، فرقة زقاق اللي هن مجموعة شباب وصبايا بيشتغلوا على علاقة المسرح بالناس، بيزرعوا المسرح بقضايا ومشاكل وأفكار ومواضيع بتخص الناس وهم توعي الناس. يعني المسرح إذا بنسميه بكلمة المسرح الملتزم، بلا تقل الدم، بلا الوعظ، بلا ما يعطي دروس للمشاهد يعلمه، يعطي دروس بالسياسة إطلاقا. جموع من المثقفين والإعلاميين وكبار شخصيات الدولة نعت الراحل، وغرد وزير الإعلام ملحم الرياشي على تويتر: غاب جلال المسرح اللبناني. بعد الإعلان، قطر تتوقع حلا للأزمة الخليجية في قمة الكويت. أهلا بكم من جديد. اقتراح بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء، ومصر ترد. تتردد في الأوساط الإسرائيلية والأمريكية فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في غزة وشبه جزيرة سيناء في مصر. وفي الآونة الأخيرة تزايدت تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار عن تأييدهم فكرة تصفية القضية الفلسطينية، وذلك بشكل علني. فالرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي الجنرال في احتياط العدو جيورا أيلاند، وهو الباحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي، كان السباق في اقتراح دراسة جاء فيها أنه يجب إقامة دولة فلسطينية إلى جانب العدو الإسرائيلي بعد مضاعفة مساحة غزة. وفي هذه الدراسة التي وضعت عام 2008 ونشرها معهد واشنطن للدراسات الشرق الأدنى، حدد إيلاند شروط وآلية التوصل إلى اتفاق إقليمي في عوامل عدة، وتكون مساحة تلك المنطقة نحو 600 كيلومتر مربع، وتمتد 30 كيلومترا إلى الجنوب و20 كيلومترا على ساحل البحر، حيث إن تلك المساحة كبيرة بما يكفي لبناء ميناء بحري جديد و مدينة سكنية شديدة تتسع لمليون نسمة، إلى جانب بناء مطار كبير في الجنوب الغربي. وبهذا قال الجنرال الإسرائيلي في الاحتياط: تكون مساحة تلك المنطقة تعادل ما يقرب من 13% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى ضم الأراضي الأردنية المجاورة لنهر الأردن، وستعطى الأولوية للفلسطينيين للعيش في تلك المنطقة. كما يجري تعويض الأردن عن تلك المنطقة عن طريق ضم أراضٍ مجاورة تخضع للسيادة السعودية،
لأن مصر يجب ألا تكون الدولة الوحيدة التي تخلت عن أراض لحل القضية الفلسطينية كما قال الجنرال الإسرائيلي. وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جامليئيل بدورها استبقت مشاركتها في مؤتمر إقليمي في القاهرة بتصريحات لقناة إسرائيلية قالت فيها إنه يمكن السماح بإقامة دولة فلسطينية فقط في سيناء، زاعمة أن فكرة إقامة دولة فلسطينية فيها ستحسن الوضع الاقتصادي المصري وتزيل تهديد تنظيم داعش. في السياق عينه جرى تسريب مقطع صوتي للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يوم الأربعاء الماضي يكشف فيه أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو التقاه حاملا خريطة المشروع الإسرائيلي منذ 7 سنوات. احنا لو ايه لو نسيب الناس في غزه دول نشوف لهم حته كده، لقيته بيشاور على سنين في حته فين؟ انا اصلي دغري في حاجات عندنا انسى الموضوع والفرجه برضه هتبقى مشكله بينها وبينكم على طول. لا بس اتكلموا بصراحه يعني. لا انا صريح جدا. لا هم اتكلموا بصراحه. لا هو قالها كده زي ما يكون بس نظر الحدود ولا انا ولا افهم مين يقدر يقدم لها. وعلى الجانب الفلسطيني ركز المغردون على أحقيتهم في أرضهم وطالبوا الاحتلال بالرحيل والتوقف عن ترويج هذه المشاريع وإعادة الحقوق إلى أصحابها بدل التفكير في ترحيل من تبقى من أهلها وتوسيع رقعة احتلالهم. بعد إعلان أسرته فقدان الاتصال به منذ ترحيله من الإمارات العربية المتحدة، ظهر رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق في اتصال مع وائل الأبراشي يتحدث من فندق الماريوت الذي توجه إليه بناء على طلبه، ونفى كل ما ادعته لميس الحديدي عن اختفائه في القاهرة، وتقدم باعتذار إلى دولة الإمارات وشعب الإمارات، وثمن عاليا ما قامت به دولة الإمارات له ولبناته. جيت من دولة الإمارات في يعني في كرمهم المعتاد في طيارة من الطيارات الدرجة المتميزة، وطيارة كانت يعني أقلعت خصيصا للمشوار بتاعي، كانوا كرماء في كل خطوة عملت في من ساعة ما ركبت السيارة في الاتجاه إلى المطار للإقلاع. في مطار القاهرة أيضا كيف تم استقبالك يا سيد الفريق؟ تم استقبالي بالضبط زي يمكن ما ودعوني الحقيقة في أبو ظبي، إن أنا يعني وجدت الحقيقة زملاء أفاضل من الدرجات الأعلى وناس من المسؤولين الكبار في انتظاري، وفوجئت الحقيقة وأنا في العربية إن العربية متجهة بي إلى فندق من الفنادق الأكثر تميزا في المنطقة اللي أنا ساكن فيها، يعني جنبي بيتي وفي نفس الوقت فندق على أعلى مستوى. فهذه طبيعة الحقيقة الاستقبال من ساعة ما كنت في الطيارة إلى أن نمت على سريري عشان أقضي الليلة في هذا الفندق. الأقوى من المشهد إذا أنا نفسي قاعد قدام حضرتك مش مختطف هو ولا حاجة. في محاضرة نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في العاصمة القطرية الدوحة بعنوان الأزمة الخليجية في سياق إقليمي، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أن بلاده تتوقع أن تضع القمة الخليجية التي ستعقد في الكويت حدا للأزمة الخليجية الراهنة وللحصار المفروض على دولة قطر. للأسف أيضا بسبب هذا التدخل حالة الاستقطاب وصلت في داخل الدولة نفسها، ودعمت سواء كان أنظمة أو أحزاب أو غيره، وفقط أيضا بذريعة الاستقرار والمحافظة على الأمن الجماعي، وبالتالي هناك لا يوجد أي فرصة لأي عمل أي إصلاحات في هذه الدول، وبالتالي هناك فقدان فقدان شعوب هذه الدول للأمل لأن يكون هذه الإصلاحات خطوة في سبيل مستقبل أفضل لهم، وبالتالي عند فقدان الأمل لن نجد إلا التطرف والعنف والإرهاب الذي نراه اليوم يزيد، وقد يكون هناك ممكن معالجة لهذه الظاهرة بشكل لحظي ولكن سيكون لها عواقب أكبر في المستقبل بأنها ستنتج تطرف أكبر. وأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع نور صومة.
مرحبا. انطلقت حملة إنسانية على مواقع التواصل الاجتماعي وهاشتاج مجاعة أطفال اليمن موجود بقائمة الترندز على تويتر، طالبوا الناشطين من خلاله فك الحصار عن اليمن وإدخال الطعام والدواء للشعب اليمني والأطفال وإنقاذ الطفولة. ومن التغريدات اللي تم نشرها بنذكر المحامي حسن بزي أحد الناشطين بالحملة يلي كتب تصفية الحسابات السياسية لا تبيح تجويع أطفال اليمن، وأحمد دكة يلي كتب الأمر ليس سني شيعي، الأمر إنساني بحت. ومن الهاشتاجز اللي برزوا بالترندز على موقع تويتر أيضا اسم المسرح اللبناني جلال خوري يلي توفي عن العمر 83 سنة. عبروا الناشطين عبر موقع تويتر وفيسبوك عن حزن وتعزيهم لعائلته، واعتبروا أنه لبنان خسر قيمة وطنية. جلال خوري هو أول كاتب مسرحي لبناني ترجمت أعماله دوليا للألماني، الإنجليزي، الأرمني، الإيراني والفرنسي. انتشرت صور وفيديوز عبر وسائل التواصل للعجقة يلي سببتها تخفيضات الأسعار بفيكتوريا سيكرت بأحد المراكز التجارية بلبنان. بالصور والفيديوز ظهر تجمع النساء بالمحل والموظفين عم بيحاولوا يهدوا الوضع يلي خرج عن السيطرة. أما على فيسبوك فانتشرت الصور وانهالت عليهم التعليقات المضحكة. لهون منكن وصلنا لنهاية ترند يلي فيكن تتابعون على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لقونا بكرة لأخبار جديدة من السوشيال ميديا. الطسخوري لا يعلم من هو فارس السعيد. أنا ما بعرف مين فارس السعيد. ما بعرف. ما بتعرفوا لفارس السعيد ولو؟ اليمن حرب المنافذ البحرية والسياسية. مشكلة اليمن أبعد بكثير من علي عبد الله صالح ومن الحوثي نفسه. مكب الجي هدية ملوثة جديدة. الكلاب مسعورة يعني بتهجم على العالم، بتهجم على الأطفال، بيكونوا أطفال ما بيسترجي، ما حدا بيسترجي يقطع منهم بالليل. بلومبرغ تكشف خطة كوشنر بن سلمان. وكوشنر يعلن أن ترامب لم يقرر بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. أحمد شفيق يظهر في اتصال هاتفي. الأقوى من المشهد ده أنا نفسي قاعد قدام حضرتك مش مقتطف هو ولا حاجة. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.